خلف شبابيك الصراعات السياسية وأشواك الخطابات التصعيدية. هنا على الحدود البولندية البيلاروسية تبرز صورة أخرى تؤرخ لمعاناة الإنسان مع اللجوء. لكل واحد من هؤلاء قصة يرويها عن الهرب من الموت قصفاً في الحرب التي خلفوها في أوطانهم المدمرة والبحث عن ملاذ آمن في قارة الأحلام. فدفعوا مرغمين نحو مغامرة الأسوأ. والأسوأ هنا ليس فقط في ظروف الحياة ومآسي اللجوء، بل عندما تتحول قضية إنسانية أو عندما يتحول الإنسان إلى ورقة سياسية تتصارع عليها أو بها القوى العالمية بين مبتز ومتهم ومهدد. من يتحمل المسؤولية في تراجيديا بيلاروسيا؟ بولندا التي أغلقت عليهم أبواب أوروبا، أو بيلاروسيا التي قدمت بهم إلى مصيدة حدود ملغمة أصلاً، أو دول الاتحاد الأوروبي ومعها الولايات المتحدة الأمريكية، أو أوضاع دفعتهم لمغادرة الأوطان؟ لا أحد يجيب، ولا أحد يريد سماع صرخات أطفال قدموا من سوريا والعراق وغيرها من بلدان أتت عليها الحروب لتؤجج تصعيداً غير مسبوق بين معسكر موسكو وحلفائها وبروكسل وحلفائها. هنالك في أروقة الاجتماعات حول مأساة اللجوء خطاب آخر بين القوى العالمية شمل كل شيء إلا حقوق لاجئين تقطعت بهم السبل. فهل يعلم العالقون وراء الأسلاك الشائكة في بيلاروسيا وهم المنقطعون عن العالم لأشهر أنهم باتوا حديثه وتصدروا عناوينه في قاراته الخمس؟